توجد أزمة تخلو من العنصر السياسي سواء في البصرة أو في غير البصرة، وهذا شيء معلوم لدى الجميع. المحافظة كما تعلم بعد حل مجالس المحافظات خفف الصراع السياسي، لأن لا يوجد الآن مجلس محافظة، فقط محافظ يعني وحكومة محلية مصغرة من السادة النواب والمعاونين والمستشارين. زين. فالصراعات في داخل المحافظات تكاد تكون معدومة، خصوصا بعد أن أنهي عمل مجالس المحافظات لهذه الدورة. لكن مع ذلك يعني لا يخلو أنه وضع الشارع لا يخلو من التحشيد السياسي والحركات السياسية التي لديها مآرب ومقاصد أخرى. أنا بودي أن أسأل الأخ سيادة اللواء سؤال، أنه يقول هو القطاعات العسكرية والقوات الأمنية في البصرة كافية لحفظ الأمن، مع العلم هو يتذكر كان في ذلك الوقت يمكن عدد شرطة البصرة 600 شخص يعني يؤمنون الحماية بالكامل للمدينة حتى